تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الارهابيه المدعومه من النظام الايراني على مواقع الجيش الوطني في محافظه صعده، وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي ان قوات الجيش الوطني افشلت هجوم للميليشيات الحوثيه الانقلابيه على بعض المواقع العسكريه في محور علب، وكبدتها خسائر كبيره في العتاد، موضحا ان الميليشيا الارهابيه استخدمت في الهجوم مختلف انواع الاسلحه وقذائف الهاون والمدفعيه.